السنة دي بنحتفل بنوع خصوصي بعيد قيامة يسوع المسيح. كل سنة بنحيي هذه الذكرى الجميلة الحلوة اللي فيها بنتذكر بنجسده، بنحاول بأدوات بسيطة بنجسد الحدث ده علشان يوصل بطريقة حلوة، وخاصة للأطفال وكمان للكبار، لأن احنا بندور على حاجة ملموسة بنعيش بها الحدث. وحدث النهاردة من الجرجسة من يسوع، احنا دلوقتي في ختام الجمعة العظيمة بعد يوم شاق من محاكمة يسوع وصلب يسوع وطريق الألم اللي أخده يسوع، اللي فيه بيعبر عن محبته لينا، اللي فيه بيقول للإنسان أنا بحبك، اللي فيه بيقول قصة الخلاص اللي تمت النهاردة زي ما وضحنا قد أكملت، قد اكتمل الحب، قد اكتمل الحب على الصليب ورفع إيديه وصرخ وأسلم الروح، تم خلاص لكل البشرية، تم خلاص لكل شخص. فالنهاردة الشيء المفرح لينا بنجدد، الله بيجدد محبته لينا النهاردة وبنقبل هذا الحب بواسطة يسوع اللي هو بيظهر ولا مصلوب من أجلنا. والنص اليمين والنص الشمال اللي بيذكرونا زي ما ذكرت القصة في الأناجيل والجلجوسة، مكان بيذكرنا بألام يسوع، مكان بيذكرنا بمحبة يسوع. بنحاول نجسد الحدث ده، بنقول إنه كل الألم ده اللي تم يسوع ده بيدافع محبته.